استقبل سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية السيد الطيب أدم ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف لدى دول الخليج العربي لبحث أوجه تعزيز التعاون المشترك في مجال حماية ورعاية الطفولة. نعم وخلال اللقاء أكد وزير التنمية الاجتماعية أهمية تنمية مسارات العلاقات القائمة مع منظمة اليونيسف من أجل تعزيز آليات التعاون المشترك والدفع بالتقدم المنجز بمجالات الطفوله في مملكه البحرين مستعرضا في هذا السياق جهود الوزاره في اطار حرص المملكه على دعم فئه الاطفال بمختلف المستويات من اجل توفير بيئه امنه وملائمه لتنميه قدراتهم وتعزيز مجتمع تكفل المشاركه الفاعله للطفل والقائمه على المساواه والاحترام